عشان بس سلم سلم اهو. انت لسه واقف من ساعتها؟ خلي بالك بس اروح فين؟ انا طلعت ورحت وبتاع. انت فين؟ انا راجع السعوده. بس مشاهدي متابعي مصطفى كبير ميديا في كل مكان، هنا زي حضراتكم شايفين الكابتن محمد الشناوي قائد النادي الاهلي، طبعا يقدم واجب العزاء في والد كابتن وليد سليمان هنا في مسجد مشير طنطاوي. شايفين كابتن وليد سليمان هنا بيستقبل من كل الناس واجب العزاء في والده، طبعا يعني كل رموز النادي الاهلي حضرت هنا لتقديم واجب العزاء في والده الذي رحل على عالمنا طبعا منذ ايام بعد ما اعلن كابتن وليد سليمان عن وفاته. طبعا دفن في المنيا في مسقط راسه طبعا، واقيم العزاء هنا في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. طبعا بذكر حضراتكم مشاهدين متابعين منصه كبير ميديا في كل مكان، هنا متواجدين في تقديم واجب العزاء في والد الكابتن وليد سليمان لاعب النادي الاهلي السابق طبعا واداري في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. يعني كله تواجد وقدم واجب العزاء زي ما حضراتكم شايفين. يعتبر حضر الكابتن محمود الخطيب طبعا الحزن يسيطر على الكابتن وليد سليمان هنا في استقبال عزاء والده. طبعا كل رموز ونجوم النادي الاهلي طبعا، وايضا انضم لهم الفنان امير كرارة طبعا قدم واجب العزاء في والد صديقه. طبعا العلاقة مقربة جدا بين الكابتن وليد سليمان وبين الفنان امير كرارة. ايضا حضر الكابتن احمد فتحي لاعب بيراميدز الحالي ونجم النادي الاهلي السابق، كل هذه الرموز حضروا هنا لتقديم واجب العزاء في والد الكابتن وليد سليمان. طبعا حضر ياسر ابراهيم، طبعا بذكر حضراتكم ان النهارده تم سفر بعثة النادي الاهلي طبعا لمواجهة نصف نهائي بطولة افريقيا 2024، لكن رغم ذلك الكابتن محمد الشناوي وياسر ابراهيم تواجدوا لتقديم واجب العزاء. يعني كله قدم واجب العزاء للكابتن وليد سليمان في رحيل والده. زي ما حضراتكم شايفين الكابتن وليد سليمان طبعا يعني بكاء وحسرة وحزن شديد باين على وش الكابتن وليد سليمان هنا في استقبال عزاء والده.
خلص يعني هنا اللحظات الأخيرة من العزاء. هنا في عزاء والد الكابتن وليد سليمان، طبعا كله حضر يعني كله كان حريص في الحضور زي ما قلنا لحضراتكم. كل رموز النادي الأهلي حرصت على التواجد. سليمان طبعا كله حرص على التواجد لتقديم واجب العزاء. هذا القدر انتهينا مع حضراتكم في هذا اللايف، تابعونا في لايفات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.